بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصيدلية المنسية. تحدثنا بالأمس عن التمر وهذه الفاكهة المجففة، وعرفنا فائدتها بالنسبة لأغشية أو خلايا المخ، وإن إحنا نبدأ بيها إفطارنا بعد ساعات الصيام. ليس هذا فقط هو فائدة التمر، ولكن هناك من الفوائد الكثير والكثير. تعالوا مع بعض نمسك حاجتين مهمين جدا جدا ونتكلم عنهم، وهو مقاومة السرطان و الضعف الجنسي. طبعا دول من الحاجات اللي أسأل الله العظيم أن يبعدها تماما عن جميع المسلمين، وأن يعفو عن من أصيب بها ويشفيه ويعافيه ويجعله في ميزان حسناته. السرطانات وانتشرت في الآونة الأخيرة وأسبابها كتيرة جدا، وابتدينا نشوف للأسف سرطانات في الأطفال لم نكن أبدا نتخيل أنها تكون موجودة في هذا السن المبكر. دور التمر و مقاومة السرطانات حاجة بنسميها مضادات الأكسدة، الأنتي أوكسيدنت. التفاعلات اليومية في التي تحدث في الجسم البشري والمعادلات الكيميائية التي تحدث في هذا الجسد الرائع التكوين، لابد أن يكون من خلفها ما نسميه بالشوادر الحرة أو التوكسينز أو السموم. وده مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من تصبح بسبع تمرات لن يصبه في يومه لا سم ولا حسد. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي توكسينز أو الأكسدة أو الشوادر الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتي تسبب أيضا السرطانات الكثيرة. إذن التمر عندما يطلق ما نسميه بمضادات الأكسدة التي ستقوم بمقاومة هذه التوكسينز أو هذه السموم، لابد أن إحنا نجد أن النتيجة هتكون التخلص من هذه السموم أو من هذه الشوادر الحرة. بحث رائع جدا عملته فرنسا، وجدوا أن أفضل شيء من مضادات الأكسدة، وده كان وراء لهثهم وجريهم خلف ما يسبب الشيخوخة المبكرة، وجدوا أن التمر من أجود الأشياء التي تستطيع مقاومة الشيخوخة المبكرة عذرا أو السرطانات، وبالتالي نستطيع فعلا أن نستخدم هذا التمر كغذاء مفيد جدا لمحاربة السرطانات وأيضا لمحاربة الشيخوخة المبكرة وعلامات السن المتقدمة، بدون اللجوء إلى أي مواد كيميائية وبدون اللجوء إلى مشرط الجراح. هذا هو التمر وفائدته في مقاومة السرطان، وأيضا فائدته في تأخير علامات الشيخوخة أو تأخير علامات سن الشيخوخة. نجد أن إحنا في متناول يدنا هذا التمر أو هذه الفاكهة المجففة، نستطيع أن نتناول يوميا سبع تمرات على الريق، هنجد فعلا أن إحنا هنحصد هذه القيمة الطبية الرائعة من وراء هذه التمرات السبع كما أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لسه التمر ليه معانا حلقة أخرى. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الرحمن، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.